السلام عليكم شباب، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة جانج تريفور. النهاردة بإذن الله هعمل لكم ازاي تغيروا اللون بتاع الأسلحة ده. زي ما انتوا شايفين ان هو ازرق دلوقتي. طيب دلوقتي يا جماعة انت لازم تروح على الماب وتختاروا يا اما البامب دي يا اما الخضرة دي. طب هنختار البامب، هنجرب يعني. طيب يا جماعة بص علينا، عربية حلوة. المفروض أول ما تدخل تروح عند ال تمام. أول ما جالك رسالة دي بيسو إكس، استنى بس عبال ما يحمل. طبعا انتوا دلوقتي ان شاء الله بس تكونوا معمول. زي ما انتوا شايفين يا جماعة اللون اتغير، الحمد لله انها نجحت. والسلام عليكم الشباب.